قام اللواء أشرف أرجندي محافظ الغربية بجولة مفاجئة بمبنى رئاسة مركز ومدينة زفتة لمتابعة استقبال طلبات التصالح والاستماع لمطالب المواطنين في إطار المتابعة الميدانية للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتقديم كافة التسهيلات لضمان إنهاء الخدمات بأسرع وقت وبأعلى معايير الجودة. أكد المحافظ على التواجد على مدار اليوم لمساعدة المواطنين في حل أي مشكلات أو معوقات تواجههم والرد على أي مواطنين يرغبون في تقديم طلبات التصالح لسرعة الانتهاء من هذا الملف المهم الذي توليه القيادة السياسية والحكومة أهمية قصوى خلال الفترة الحالية.